هاي ها تحتاج مساعدة؟ ايه ايه شفتك تقاتلهم. نعم من انتم؟ انا واحد، هذا اول شيء، وثاني شيء انا اشوفك اربعة دايخ شكلك. تعال من انت؟ تعال انا لوك، انا مدرب قتال وانا مهتم بتدريبك اذا كنت موافق. طيب يلا مشينا. يلا شو السالفة؟ انا وين؟ يلا تعال، انت مخبر او المطارد. بدخل باب. هذا باب من؟ هذا حمام اللي لا، هذا باب. هذا بريحة صادق حمام. تعال، مخبأنا كذا قديم، مكاننا قديم عشان ما حد يفتش فيه ابدا. في اعضاء بس انهم حاليا رايحين. واو مسبح، هذا مسبح. وش السالفة؟ اي مسبح؟ ما في مسبح. لا بتطيح على الارض وتنكسر. لا بطيح. جيت عشان ادربك، طلعت اني جايب درخ. اصبر. يلا تعال، بديت استوعب كل شيء. معلش عشان معلش عشان الطلق اللي كنت اللي صارت لي. اول حل الباركور صح؟ هذا حق الباركور اللي عشان نتاكد من لياقتك. وفي حق الايم اللي هنا. شوفه وين؟ هنا. ايوه ما طلبت شيء. في هنا أسلحة زيادة وتخزين عشان نساعد هذا تعبانين، وأنت واحد منهم. بعد تبين نتف هذولي بعد؟ لا هذا لي بس حاجة. ألا بنتفهم. الزبدة. تعال. 36 اصبر. 360 سكوب. والله تبدأ. طلع عينك ورا خلاص. ها طلع. تعال. اصبر خلني كب موية على وجهي. صح صح هاد ترى هذا وارد حادي. قالي واحد حكيم لا تأكل قبل العرق. ها وش قاعد تطلي؟ صندوق. تعالي تعال، في كنز. هذا اشياء احتياطاتنا. تعال اطلع. هج تبغى تتدرب ولا لا؟ اسمع. نعم سمعت ان الناس اللي مثل كذا يعطون ابر عشان يتاكدون اذا عندك قوه خارقه ولا لا، صدق؟ ايوه بس هذا لا قال نتاكد اذا انت كنت قوي او لا. ايش؟ قبل أن نتأكد من قوتك. اوكي؟ موافق. اوكي. يلا عطنا كل اللي عندك. لقد أثرت غضبي. عصبت ها؟ الكم على راسك بس. وش؟ مبتدئين. اضرب راسك. بدأت حفلة من جد. قل انت قدها؟ اي قدها. فتقدم. يلا سهلت لك بس لسه قوي. يلا بنعطيك الإبرة بوقت بس اكتشف المكان. أنا بروح بشتغل على كم إبرة. طب وقف وقف وقف. وش؟ تعال وقف هنا. يا أصبر بكسرها. يلا أنت تعال خلنا نتحارب هنا. نتحارب هنا؟ إيه
ما عندي مشكلة. طيح طيح. ما اثرت فيني بذا الزول لسه استسلم. عش قوية بس لسه ما هزمتني الحين لاني ماني بناوي اذبحك. هذا علينا هذا قول الجد. انا اشتغل على كم ابره تبغى؟ متى يجي الابر؟ ها يلا وقت الابره يا لحظه وش اسمك؟ اوه بيوراكس قلت لك. بيوراكس اوكي انا انسى اسامي. يلا قوم سوي لي التحليل. يلا ايوه اي تحليل كورونا لقاح ذا مو ب توجع صح بس هذا لازم نتاكد منها. امزح ما توجع. هاي اصبر اصبر انت قلت بتتكسر عظامي صح؟ يلا خلني اجرب من مكان ابعد. اصبر قاعدة استكشف. ما صار شيء يا كذاب. تعال شفني بعد. ايه لان بنيت قوية احسبك ضعيف. لا تقوى من اللي تخيره. لحظة بسألك سؤال. ايوه. كيف شعور الالم؟ ما قد حسيت فيه. ترى انا صار لك قبل شوية لما انجلت من الطلقات. ولا الا هذا الم؟ وشو جت انا ولا ما عندك الا قوة بوجه الارض اللي عندك. معاك التحول الى اشياء، عندك التنقل، عندك السرعة، حتى يعني قوة يعني كل القوى بالعالم؟ بالضبط. اوه ماي جاد خلني اجرب. اوه اصبر خلني اجرب. تعال امسكني امسكني عشان تتنقل معي. هو ايش رايك فيني؟ ولا يا الله لحظة هذه وات؟ يلا انا معاك. ايش رايك بالله فيني فلا ولا لا؟ يعني من الحركة بس هذا المتعة ما تصير. اقول لك ايش افضل لعبة عندي؟ لا اقول لك اياها محاربة الاشرار. بدل تحاربت عشرة ما ادري بس بلعب كثير واللي ذوليك وبلعبها كثير اللعبة ذي اللي احارب الاشرار. ايوه تبغى تقابل شخصيات من اللي يشتغلون معك؟ استحي يا اخي. لا ما عليك بيحبونك ما دام اذا عرفوا ان عندك قوة زيهم بيحبونك بزيادة. لحظة بسألك سؤال. أيوه. في ناس يعني مشهورين. تعال. لا. صابون صابون. مشهورين عند البلدات اللي يحفظونها. طب ايش رايك بهذا السلاح؟ جديد جبته. هذا صنعناه قبل كم يوم. ومو مرة حلو بعض عملائنا. المهم يلا هات بخليك تقابلهم وانا بشتغل على سلع اكل حزيادة. طيب وي وينهم بس؟ اوه يعني انا اقدر تحول لاي شيء. السلام عليكم. شكلك كانت جديد ها؟ يب. عندك قوات مثل كل واحد مننا؟ انت اي وحدة بينهم؟ لا شكلك لخبط بيني انا واختي. لا انت اختي مشهورة مرة. لا ما اعرف اختك. هو قال لي اسمين بس ما اتذكر وشو. انت اي واحد فيهم؟ انا فيكس. فيكس والثاني فوكس.
امزح امزح امزح. خلاص وش قوتك؟ انا قوتي التحول. خلاص امزح امزح. قوتي متأكد تبدي فينا. ايوه كل شيء حرفيا كل شيء بالعالم. كل شيء بالعالم يب. كيف اصدق؟ طيب تعالي تعالي الحقيني للحين التحليل موجود. لا بس تعب نفسنا. تعالي تعالي امسكي بكتفي. وش جابني هنا؟ شكله هو هاي تعالي مالك. معلش معلش انت مسكتي بكتفي اليسار مو باليمين. استقبل شوف التحليل راح طلع من جد. لحظة هذه شوفي حتى شوفي حتى الاسم فوق بيوراكس. انت اسمك بيوراكس ها؟ يب. اوكي اهلا فيك بالفرقة. لحظة ثانية ايش كان اسمه؟ عندك سلاح؟ عندك سلاح سري؟ ثاني شكله علمك. انا شخص ثاني شكله كان يكسب نفسه. ما يصير يقول لها ما يصير يقول اسمه الا لما تقابله. يعني حتى انت ما قد قابلتي؟ قابلته وعلمني اسمه بس يقول لي لا تعلمين احد الا لما يقابلني يعرف اسمي. شخص قوة. هو أقوى شخصية بعد الكابتن. متأكدة؟ متأكدة لأن أنا هو المركز الأول على المركز الثاني. وأنت يمكن بتكون المركز الأول جديد. هزمت الرئيس اليوم كان يدربني هزمته. يمكن أنت بتكون المركز الأول الجديد ها؟ حتى تعالي تبين تشوفين إيمي؟ تبين تشوفينه؟ باقي مرة صراحة مستانسة عشانك دخلت الفريق. 360 من جل شك. 360 من جل شك. الزبدة انا برجع عشان اسمع الاسلحة مع الكابتن. انت ما ادري يمكن لا تقابل. اقول لك وين مكانك. خذ هذه الخريطة. ايوه يلا شو الخريطة؟ وبأي مكان؟ ادنى هو باي مكان. باي مكان في الخريطة هو تقريبا شفت تلت شفت التلت الجديدة ايه اللي بنيناها ايه كذا قدامها في مدينة ثانية هو يتخبى فيها او يعني هو يتخبى بين المنازل و الكلاسيك الضخم. لا القدام اللي على اليسار اليسار فوق الرمال. لا يمينها شوي يمين فوق الغابات اللي تحتها صندوق الشراب. صندوق الشراب السعادة. متنزه السعادة. اوكي ما ادري انا شكلك ما تفهم القرار. انا كنت ساكن فيه رجعت. ليش قاعد اتعب نفسي؟ التنقل يقولون هذا بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. من انت من انت من انت؟ انا بطل هذه المدينه. انت اول مره اشوفك في المدينه. البيت كله داخل. انت البطل. انت بطل. كانت تشتغل عندك اليكسا ما ادري شو اسمها. اسمها فيكس. هي المركز الثاني بمركزنا. انا المركز الاول. يبقى تدري. طب من اقوى انت ولا المدرب؟ المدرب للحين اقوى مني. تدري ان اليوم سطرته؟ يعني هزمته. هو تحداني فتهزمته. تعرف ان كل الناس اللي تحدوه هزموه؟ ايش؟ تعرف ان كل الناس اللي تحدوه هزموه حتى انا. بس ترى ما يستخدم قوته. ترى يقدر عندك قوة أقوى بعد. بس أنت شكلك عندك قوة أحسن من شكلك. عندك بنات قوية. أسلحتك قوية بعد. وش قوة درجتك؟ واضح لك الضربات صح؟ إيش؟
مدامك تحديت مدرب يعني انضميت، وش قوتك؟ قوتي تروح احزر. من شكلك نفس مايدس الذهب. لا وش يبدأ في حرف الكاء، هو كلمتين. عندك كل قوة؟ نعم. هد علينا شوية، اصبر. تقول ان عندك كل قوة. يب. دق على المدرب، دق على المدرب، اسأله قل بيوراكس ايش قوته. اوكي. الو المدرب معك. لا معك فينو. سم ايش امر ايش تبي؟ بقول لك ضمن شخص جديد صح؟ ايه بس انتبه منه، عنده كل قوته، كل القوة عندي. من جد؟ حتى مستيك عندي اللي يتحول لكل شيء. اوكي شكرا للمعلومات. طنن ها وش قال؟ اوكي يعني درجتي انخفضت ها؟ وشو؟ بس درجتي ما راح انخفضت بسهولة. تدري اني ما قد حسيت بالالم الا مره واحده؟ عاد انا بركز انا اول داعي. تدري اني ما قد حسيت بالالم الا مره واحده بحياتي؟ انا ما قد مره حسيته الا لما الكابتن حاول يهزمني. انا ما حسيته الا بحرب مدينه هولايا. طب اركب معي. شو اسمك انت؟ انا اسمي فيرو. تعال ماني اسمي. اصبر بوديك بيتي. انا اسمي سري حتى الكابتن ما يعرف. افتح الكراج انا برا. يلا تعال. تعال بيتك حلو. بتفاهم معك بشيء. اوكي تعال. القهوة والكيك جاهز. كل من الكيك. تعال هنا كل من الكيك. معني ما اكل. دائما اشوف الاكل واقول لذيذ، بس المشكلة ما اقدر اكله. ليه؟ لان ما عندي فم. ليه ما عندك فم؟ انا من بعد ثاني زي ما تقول. انا بروح بس كذا بروح اغسل ملابس واجي. طيب ياخذ مكاني ايش اسوي؟ تصدقون صراحة شخص طيب فبخليه، لان احس انه بيساعدنا وارد، بس اني لسه معقدة ان هذا ودي كذا اسوي له كذا، بس ودي انه شاكل. خلني اسجل صوتي واتفهم. هل انت اسمع خلينا نقول الاعتراف، خلينا نلعب كرسي الاعتراف. تعال هنا. مين يبدا انا ولا انت؟ ما احب الالعاب بس ابدا انت. انا يلا يعني انا اللي اسالك ولا لا؟ لا انت اللي يبدا. طب سؤال تدري اني شرير؟ يلا دورك. صدق انا بعد شرير. يا هبا صدقت قاعد اسجل صدية بروح الرئيس. مرة ثانية يتعلم شلون يحط سيارته هنا. يلا لك كاجي طو الله يكج. والله هي اللي عطتني لك كاجي. بقري لازم اصلحه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلا
يا ويلي ويلاه يا ويلي ويلاه يا ويلي ويلاه يا ويلي ويلاه. بنفصل 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 بنفصل. تصدق مو انا اللي انفصل. امزح امزح امزح. وينه؟ اسمع صوته. بيوراكس. اسمع صوته. هلا. انت وينك؟ في مقري. ما قلت لنا متى اخترت مقرك؟ استغفر باين انك تنسى كثير. ما اعذرنا عجوز. وينك انت؟ انا مقري قريب من مقرك فجيت مقرك. الحين انت مقري؟ ايه. عندي لك فضيحة. الواحد فضيحة؟ انت بتنصدم. اوكي. بتقول لي ما وظفته. اوكي. احس انه وينك انا؟ بيفصل. انا بالمقر حقي. حتى انا. وينك وينك؟ انا عند الباب يا سيدي. وينك؟ عند الباب. في بابين. الباب حق السيارات. وينك يا سيدي؟ شكلك ما تعرف مقري. الا اللي يسوون فيه تحليل دي ان دي. دي ان دي؟ لا انا مو تحليل. انا مو مكاني هذا اللي انا تركتك فيه. قلت لك روح عند هذا عملاء. هذا مكان عشان اوري العملاء. جايك بسيارة تاكسي. طيب من وين جبتها؟ لاني من وين جبتها؟ ويا كذا ما انا ايش قوتي؟ كل شيء بالعالم صح؟ ما كان. صنعت. قول لي انا راكبين بشيني وانا بقول لي السالفه. بتشوف بتشوف بتشوف. لحظه هذا مسجل؟ لا. جوال من جيبي. من جيبي جوالي فيه مسجل. ايه. واصل. يلا. اول واحد تنكسر سفينته يجي درهم. طيح من سفينتك يا ولد. شكلك ما تبغاها. الكم الكم بعلم الرئيس. الو يا رئيس. رد رد تكفى. حول حول. ايوه ايوه. ذبحته. ذبحته؟ يب. احس بدواخ. ارجوك بساعدوني. مش ليش اسم حسابك عبود؟ انا وعبد الله عضينا على بعض حساباتنا وحاليا هم سافر فاستغنيت عن الموضوع يا ابوي. ليش ليش